طبعا احنا دلوقتي خلاص موسم امتحانات، وكلنا فاكرين كده في وقت من الاوقات كان في طقوس في وقت الامتحانات، وكنا بنستعد بقى وقت الامتحان ده كان ليه استعدادات خاصه، وكان دايما في مواقف بتحصل معانا بقى في الامتحانات. يعني قولوا لنا كده ازاي كنتوا بتستعدوا لموسم الامتحانات، ايه اغرب المواقف اللي تعرضتوا ليها؟ بس قبل ما نشوف مشاركات حضراتكم لازم نروح لمصطفى اساله بقى. انا عيان. عيان ابعد. الف سلامة. لا والله بصي، هو طبعا كان في شلل دايما بتبقى هي، يعني مثلا كان في ماده معينه يبقى فيها مثلا حد زي ما بيسموه كده ايه، الدحيح. انت كنت الدحيح؟ لا والله انا كنت بتقرب من الدحيح. يعني نروح مثلا حد مثلا معين في الماده الفلانيه فهو بيذاكر او يعمل ملخصات او whatever، فاحنا نروح له هو يشرح لنا. طبعا احنا كنا بناخد دروس وكنا بنعمل وخلافه، بس هو كانت ديك اغرب المواقف الواحد بشكل عام تعرض لها. اكيد كل واحد فيكم عنده مواقف كتير، المواقف دي بتمثل له ذكريات حلوه، المواقف دي يعني بتعتبر كده بالنسبه له زي ما بيقولوا كده بلغه السينما الماستر سين، بالنسبه لكل امتحان بيحضر له بيفتكر فيها اكتر واحد صاحب ليه كان بيذاكر، اكتر واحد دحيح كان بيذاكر. دحيح ده شخصية موجودة في كل المراحل العمرية، موجودة في كل فصول السنة، موجودة معك دايما. احكي لنا عن الدحيح، ازاي كنت بتستعد لموسم الامتحانات؟ انت كنت بتعملي ايه يا جمال؟ ازاي كنت بستعد لموسم الامتحانات؟ ايوه انا كنت عامه كنت شاطره، يعني انا كنت في مدرسه كنت شاطره، بس ما كنتش بعرف بقى اعمل اللي انت بتقول، ما كنتش اعرف اعمل المذكرات او الحاجه او الملخصات دي بصراحه. ماما كانت بتعملها لي بصراحه. هو كانت بتعمل لي معسكر في البيت، انا وقت الامتحانات ده معسكر في البيت بقى، يعني كله ساكت ما فيش لا يعني خلاص كله ساكت، بننام في وقت معين لا يعني ماما كانت صعبه جدا في الموضوع ده. انا والله كان عندي استعداد. اعتقد ان انت كنت طفل يعني منمق كده، ويعني كنت ده انطباعك عني يا جمانة؟ ان انت كنت طفل ولا منمق؟ يعني بصي مرتب يعني طبعا. لا بص انا كنت بذاكر وكنت شاطر حقيقي، ده حقيقي، بس على حسب يعني. مش هقول لك حاجه، انا لما درست اعلام، الاعلام ما هوش دراسه قوي على قد ما هو ممارسه زي ما انت عارف. تدريبات واستوديوز، وكنا بنروح صحف كبرى بنتدرب فيها. ده في الجامعه بقى؟ ده في الجامعه بعد. لكن بتكلم في المدرسه بصراحه كانت الدنيا بسيطه، ما كانش عندنا يعني التعقيدات اللي موجوده دلوقتي. الموضوع كان ابسط بكتير واهدى بكتير، وكانت الدنيا معروف. طبعا كانت اصعب مرحله علينا كلنا مرحله الثانويه العامه. اعتقد التعقيدات بالنسبه لنا احنا دلوقتي، بس بالنسبه لهم هم دلوقتي لا، يعني متمشيه مع فكره التكنولوجي والكمبيوتر والانترنت. صحيح. فممكن بالنسبه لنا احنا تبقى صعبه شويه. صحيح. انا كنت في ثانويه عامه في التسعينات، فالتسعينات دي كانت عامله ازاي؟ كانت الدنيا سهله، ما كانش فيها كل اللي احنا بنقوله ده. يعني كانت المواد واضحه، الدنيا واضحه، كانت الحياه واضحه. ولكن عموما كنا بناخد دروس، كنا بنروح بشكل عام نشوف الشاب الاشطر، كنا بنروح بنعمل شلل. يعني ده مثلا في الفيزياء، ده في الكيمياء، ده مش عارف في البيولوجي. كنت تاخد دروس كتير؟ لا مش كتير والله، كان 3-4 يعني. دلوقتي انا بسمع ناس بتاخد دروس في كل حاجه، معرفش الكلام ده بيحصل ليه. لا انا ما كنتش باخد دروس في كل حاجه، لا وماما كانت عامله نظام لطيف جدا بصراحه. لا مش في كل حاجه، كانت دروس في البيت يعني. ما كنتش كنت شاطر بالمناسبه يعني، ما كنتش لا كنت شاطر وكنت ذكي يعني، ما كانش عندي الكميه انا بسمع الايام دي حاجات معرفش الدنيا اتغيرت كده ليه بصراحه. انت كنت ذكي برافو. الدنيا فعلا اتغيرت بجد، الدنيا اتغيرت جدا جدا. لكن عموما كل واحد ليه مواقفه، وكل واحد مش فاكر ولا موقف؟ لا والله ما كانش فيه تجارب اصلا. يعني ما يعني موسم الامتحانات ده كان زي ما بيقولوا كده شد الحزام، كل الواحد يعني الشلل كلها خلاص بتستعد ان ده في الماده الفلانيه فبنروح له، ده في الماده الفلانيه فبنروح، وكل واحد كان متميز في ماده كنا بنروح. بس بشكل عام ما كانش في حد كان بيجي لك؟ طبعا طبعا. انا والله كنت شاطر في العربي مش هكذب عليكي، و كنت شاطر في التاريخ والجغرافيا، دايما كنت بجيب فيهم الارقام النهائيه ما شاء الله من وانا صغير. يعني ده اللي يمكن خلاني احب السياسه، فدي الحاجات اللي كنت بشرحها. كان عندي خريطه العالم، وكان عندي حاجات كتير تاريخيه وكده، وكنت اقرا الهيكل من وانا في ثانوي، فكانت يعني شويه حاجات كده ايه بتساعدك ان انت تساعد اصحابك. فكل واحد كان ليه اهتمام مشترك، اللي كان شاطر مثلا في البيولوجي دخل طب، اللي كان شاطر في الكيمياء دخل صيدله، فهي بتبقى الدنيا كده. لكن على اي حال هو سؤال يعني، او هو موقف كلنا بنمر بيه، ازاي كنت تستعد لموسم الامتحانات، وايه اغرب
المواقف اللي انت تعرض لها. سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم واللي هنستعرضها في حلقه النهارده ان شاء الله.